ما شفتش سيدي، كان جارتنا اللي جات دخلت تغطيها في الليل، كتسد عليها بالليل بالسارود كتغطيها، مي جات غطيها لقات السيد عندها، قالت لك مكرفس عليها. خرجت صيفطوا لاختي، اختي صيفطت لي قالت لي تعالي راه مرت الوالد راه كاين وكاين، دزي علي لحقي عليا السبيطار، مشيت لحقت عليها السبيطار. هذا راه كان نطالبوا منه، خصو حتى هو خصو حتى ما يديروا لي الحق يعذبوه كيما عذب هذه المراه اللي كبيره. علاش هذا السيد شاف عليها هذه المراه وكابر حداها، ولد الدرب وكابر حداها، ما يديرش لي هذه الحاله بحال هكا. نطالبوا منه حتى هو يديروا الحقوق ديالو، تشدوا منه هذه الحقوق ديالو. مشدود تشدوا، شدوه البارح، شدوا البارح حشومه كابر حداها، ما خصوش يدير لها هكا. وجارها خصو هو اللي حضيها، ما خصوش هو يدير لها هاد الفعله. والله اعلم، ما عمرنا شنه، ما عمرنا سمعنا الحس ديالو تال هاد الخطره، عمرنا ما سمعنا شي حس، وعمرنا ما شنا شي حاجه تال نهار الحد. هذاك اللي نعرفو اللي كان ساكن حدانا كان مزيان، من يتحول المشروع عاد ولا قال لك هاد من المشروع جا. انا من ساكنه هاد الحي ديال البرادعه، انا في كنسكن، هذه هي الدار ديالي، وهذه هي الدار ديال السيده اللي تعدى عليها هذاك المجرم. نهار الحد ان شاء الله مع هذيك 11:30 ديال الليل كنت فاجئ بهذا الخبر هذا. يعني شفنا السيده دخل عليها واحد، انا متكي في الدار بحال هكا حتى كنسمع الوالده كتغوت. خرجت بحال هكا لقيت الوالده شاده كتغوت وكتضرب في، كتقول لهم واحد راه دخل على السيده كيتكرفس عليها. طلينا بحال هكا لقيناه هو هرب، تبعوه الدراري. لقيت السيده مليوحه في الفراش في الارض، حايده من البلاصه ومليوحه هنايا وعريانه، فهمتي؟ يعني تكرفس عليها في شي تكرفيسه لا حول ولا قوه الا بالله على العظيم. يعني خويا شنو غنقول لك، محشومه يعني مراه قد العمر يدير لها هاد الوحش هذا، راه ماشي بنادم، هذا وحش. ايوا خويا شنو نقول لك، هادشي اللي كاين. فلان سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الاول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم اثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل احدث العلاجات الصحيه في الوقت الراهن. لقد قمنا باضافه نعت صحي اعتمادا على احد علاجات القدم الشهيره وهي ريفلكسولوجي. سول اند سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي. نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن، وأيضا لمنع التعرق. لا رائحة كريهة. مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة. نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك، وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية، فتساعد على تحسين جودة النوم. لا يضغط على القدم، مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق، فهي ضد السقوط. حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.